كانت من الأوائل من عناصر الدولة اللي انتموا للجمعية، وكانت عندها واحد دور كبير سميته في الفرقة المسرحية، ومثلت واحد العدد ديال الروايات وصفقتها للجمهور، وبكات اللي بكات فوق الخشبة، وضحكات اللي ضحكات، اللي ما زايضحكش ضحكات. ولما جايبتش بكات، علاش؟ لأنه ملي كان صفا فوق الخشبة كان كلشي تيتسكر وكلشي تيتهضر فوق هاد الجريمة، تنكزو على الخطبة ويتضايع الله في الجمعية. وتنظن واحد خلال هاد العشر سنين واحد العدد تاع البشر اللي داد عشرات ذكور وإناث، وكلهم فين مشاو منع الا صفاء. صفاء الوحيده اللي بقات تشبتها بالجمعيه وتتسقسي على الكبيره مسده مفاده، وهذا شيء اللي هو ما كاين حتى القول ما بقاش. ها ما بقاش هذه عمله نظره. اذا هذا هو ديال لانه بنات اسره تكلفت
تربية الأطفال ديالها، ولكن مع ذلك هذا ما منعاش أنه ذاك الموهبة اللي أعطاها السيد الربيع أنها فسرتها الولايات المتحدة الأمريكية اللي ما مشيت سهل باش الإنسان يبان تما الولايات المتحدة الأمريكية. يعني تكون كما تقولوا كبار وصفاء، الحمد لله كبار. ويقدم السيد بوزوبا أمين الجمعية ومدير مأوى الشباب شهادة تقدير واعتراف بعطاءات المحتفى بها، والكلمة للسيد. بسم الله الله أنه المرة ما جاء نديروا له واحد مذهب مذهب. شكرا. انا على صفا شي بوجبع ما خلاني ما نقول واش يدير. صفا كما قالت هي بنتي قبل ما تكون صفا الانسان اللي تربت بين يديه. صفا هي تلك الايقونه ديال الفنانين والفنانات اللي تولدوا معايا. صفا صفا ديال التحدي، صفا ديال المبادرة، ذكران الذات، هذه صفا الإنسان. أما بمستوى الفن، أنا كان لي الشرف، أنا الإكرام، وشكون جملة الممثلات اللي كانوا عندي، والحمد لله ما خيبتنيش، لأن صفا هي واحد الشخص متعدد، صفا الممثلة، صفاء الشاعر، صفاء المقدمة الطهران، صفاء الرسام التشكيلي، صفاء المخرج. حقيقة أنا كنت نتفاجئ، غابت بابا زهرت، حسيت بنقص، قالت تنعاند بالضبط، لأن الحقيقة كانت هي اليد اليمنى ديالي. رغم انها كانت ممتعه ولكن كنت انا تستفد منها ذاك الذكاء وذاك الاطيره اللي اعطاها الله سبحانه وتعالى واللي كانت من الله سبحانه وتعالى ولا يدوم يا ستي حاجه وشوفها كيف هاد تلاهي الناس هذا ونكون ان شاء الله في عام جديد ان شاء الله فاتينا شي حاجه اخرى. وشكرا لكم ومرحبا بكم. شكرا جزيلا للاستاذ والفنان احمد كمان دائما على هذه الكلمات السابقة والاعترافات بعطاءات الفنانة والمحتفى بها صفاء الدويري لهذه الأمسية. و صفاء الدويري تبكي. وكي لا نطيل عليكم من الكلمات سنسترح قليلا مع فقرة موسيقية ومع الفنان مصطفى كمان وفرقته الموسيقية. أترككم للاستمتاع. علمتني الحياة أن لكل شيء في الدنيا مقابل، والحب ليس استثناء من القاعدة، فمقابله الوحيد هو الحب. أنا الحمد لله بغيتكم من النهار الأول، وبدتني الحب بالحب والوفاء بالوفاء والود بالود، ومحبتكم ديما تاج فوق راسي كيف تنقول دائما تنختم فيديوهاتي أحبكم في الله. بغيت نشكركم اليوم على هذا الحضور المميز. بغيت نشكر كاع الناس اللي جاوا عندي سواء من قريب او من بعيد، اللي خلاو اشغالهم، اللي جاوا متحملين مشاق السفر باش يكونوا معايا، باش يبوسوني، يعنقوني ويشوفوني على المباشر. هذا شرف كبير ليا،
ايضا سنشكر جمعيه ماوى الشباب اللي انا بديت فيها وترعرعت فيها ودوزت فتره طويله من حياتي فيها، لانهم فتحوا لنا هذا الفضاء الجميل ورحبوا بالفكره وساعدوني بزاف باش هذا اللقاء. بغيت نشكر الناس اللي دعموني في الخلفاء، بغيت نشكر العائله ديالي، بغيت نشكر زملائي الفنانين على راسهم الاستاذ مصطفى كمان، عبد الاله كمان، واستي عزيز المعلم زوزو اللي شرفني بزاف بالحضور ديالو اليوم. هذا شرف كبير ليا لان هاد الاساتذه اللي حلينا عينينا فيهم وكبرنا قدامهم وشرف انهم اليوم يكونوا هما حاضرين تيكبروا بينا. شكرا للسي بوزوباع على الكلمه ديالو، شكرا للطاقم ديال ماوى الشباب اللي على راسهم السيده حريه اللي عاونتني بزاف في الاستعدادات. شكرا للناس اللي كانوا حريصين اليوم على المظهر ديالي، اول حاجه ستيليست ناديه الفنانه ناديه اللي هي اللي ملبساني اليوم هذه التكشيطه. ابو ناديه علي ناديه علي ناديه حاضره معنا اليوم اللي عندها المحل في عين السلوقي اللي تاليه تبارك الله فنانه في المجال ديالها ومبدعه في المجال ديالها. ايضا صالون حمزه ساجد اللي هو دار لي الميك اب اليوم واللي كانت المعامله ديالو اكثر من رائعه والمكياج ديالو غزال وتيبثل اللوك 100%. حتى هو شكر كبير ليه الاخ حمزه ساجد مرصاد حمزه ساجد. بركه من الهضره، غادي نفتح لكم باب النقاش. هذه الفقره اللي بغينا نخليوها مفتوحه، اي واحد بغى يقول شي كلمه غادي نسلموا له الميكروفون. شكون غادي يبدا؟ غتبدا خالد. السلام عليكم الحضور الكريم، مرحبا بكم عند صفاء صفاء، وكنتمنى دائما تبقاو مسننا وتبقاو كتشجعوها وتبقاو دائما مرحبا ديالكم، لان مرحبا ديالكم والتعليقات ديالكم راها كتاخذها بعين الاعتبار وكتشوفها وكتعرف شنو تتقول. الحاجه اللي بغيت نقول على صفاء ان صفاء هي كيف قال سي بوزوباع راها صفاء والصفاء فعلا القلب النقي والكبير والقلب المحب والقلب المضحي اللي هي دائما في اي حاجه كنلقاها هي الاولى ديال الحاجات ديال المسانده وديال الخير وديال الوقوف وديال اي حاجه مع اي واحد القريب والبعيد، دائما اي واحد بغاها كيلقاها صفاء وهي كتكون هي الاولى ديال قبل ما يبغيها شي واحد، هي دائما هي اللي كتعرض الخدمات ديالها على اي واحد بلا ما هو يطلبوا منها. انا هادشي كنقولوا ماشي لان صفاء بنتي ولا شي حاجه، بالعكس هذه الحقيقه اللي كاينه. وانا كنعرف صفاء شي حاجات كثيره اللي هي ربما هي براسها ما اكتشفهمش في نفسها وما عارفاهمش، ودائما كنقول انا تنفهمك اكثر ما انت كتفهمي نفسك، وانا واثقه في صفاء وعارفه على ان صفاء باقي عندها بزاف ما تعطي وباقي عندها بزاف المواهب، وانا ثقه في القدرات ديالها وثقه بزاف في الحاجات اللي باقا غادي تعطيكم ان شاء الله. خاصها غير الفرصه، خاصها الفرصه وخاصها واحد الدافع اللي يخليها تزيد تشعل وتزيد تعطي اكثر واكثر، لان انا كنحس بها باقا ما عرفات والو داكشي اللي هو عندها، وهي كتعرف انا شنو كنعني لان انا عارفها هي شنو عندها وشنو تقدر تعطي جميع المجالات. وكنرضي عليها وكنقول لها بنتي الله يرضي عليك والله يسهل عليك والله يخلي لك وليدات والله يخلي لك مولا دارك والله يخليك دائما نواره والله يخليك دائما ورده عالم هذا اليوتيوب وهذا العالم ديال هاد الناس اللي تيقدموا لنا هذا الشيء اللي حتى حنا كنستافدوا منه رغم اننا حنا كبار في السن وكبار في التجربه، ولكن مع ذلك حنا دائما حاجه لهذا الكبير لهذا الشيء ديال هاد الناس الصغار اللي حتى حنا كندخلوه المسائل ديالنا والتجربه ديالنا وكتضيف لنا شي حاجه اخرى اللي حتى حنا كتعطينا واحد الحماس واحد الامل حتى حنا باش نزيدوا نستمروا في الحياه وما نحسوش على اننا حنا رحنا صافي ما بقى عندنا حتى شي دور. هادو راه عندهم واحد الدور كبير انهم نعشونا وحياونا حياونا في الحقيقه من جديد، فتحيه لهم كاملين وتنشكر صفاء بزاف 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 وتنتمنى لها كل ما كتمنى في حياتها، ربي ان شاء الله يحفظه لها ويخلي لها وليداتها والله يرضي عليك والله يرحم صوتك. امين. نعطي الكلمة الثانية لواحد الزميلة ديالي، زميلة في عالم اليوتيوب اللي تاهي يوتيوبرز متمكنة متميزة
ومتفوقة في المجال ديالها، اللي مبدعة في الطبخ، مبدعة في الحلويات، مبدعة في كل ما تتحطو لنا الأنامل ديالها، واللي شرفاتني اليوم بالحضور ديالها هلا حطيها، هي اختي ابتسام اللي عندها قناة ذوق ومذاق. مع ابتسام غنخلي لها الميكروفون. السلام عليكم البنات. السلام عليكم ومرحبا بيا معكم. اللي ما كيعرفنيش انا ذوق ومذاق مع ابتسام، وفرحانه اليوم حيت عند صفاء وفرحانه بكم وحشكم، وبزاف الناس عرفوني وتعرفت عليكم. شكرا بزاف لكم وشكرا كتشجعونا وتبقوا معنا وكنا تعاليق زوينه. المهم شحال من حاجه صراحه الفضل كيرجع لكم نتوما، حيت ما كنتوش نتوما ما يمكنش نحطوا فيديوهات، ما يمكنش نستمروا، ما يمكنش، واخا يكون غير واحد تيحط لك مثلا تعليق على استمري راه هادشي زوين، كتنوضي كديري فيديو. شكرا لكم بزاف وشكرا للحضور ديالكم وشكرا للفرقه. شكون اللي باغي ياخذ الكلمه؟ لا طبعا كنقدم لكم الاخت ديال صفاء اللي غادي تفضل بكلمه. ثناء واحد هي كتحشم شويه ولكن ضروري بالكلمه ديالها. هذه مولات عيد المراه كيف دايرين؟ مرحبا بكم عند صفاء. انا ما كنعرفش نعبر داكشي اللي قالت خالتي هو اللي قلت انا السلام عليكم اصدقائي العزيزين وحبيباتي. انا تعلمت منها شويه. ايوا اش نقول لكم على صفاء؟ صفاء اختي وصديقتي وعزيزه عليا وجارتنا، والله يعمرها معريفه، وهذا الشيء اللي فيها تتشوفوا دابا كما قالت خالتها غير شويه، حيت هذا الشيء من الصغر تبارك الله كانت في القرايه ديالها من الاوائل، وكانت ديما لا في التاوي لا في النقله في كل شيء. واش نقول لكم وعندها واحد الراجل الله يعمرها سلعه وظريف، خالد، تحيه لخالد اللي مساندها، راجلها الله يعمرها سلعه ما كاينش وما حضرش معنا، حتى هو بحالها وكثر منها وعزيز علينا بزاف، وولفنا معاه واخا هو مصري وحنا مغاربه، ولكن ولا بحالنا مغربي ديالنا. وتحيه لخالتي لطيفه اللي مسانداها ملي كانت صغيره، حيت كما قالت خالتها ما شتوف منها والو، هادشي غير شويه، هي راه معروفه بالعطاء وان شاء الله غتزيد تكبر وتكبر ومازال غتوصل لشي بلايص اللي عاليه. وشكرا. هي تصميم الفيديو المغربيه ومنتظره انها تقول كلمه في حق صفاء وفي حق حتى طبعا طومي اللي هي كتشتغل. السلام عليكم. السلام عليكم. نهار كبير هذا، تنشرف معرفة صفاء من اطيب خلق الله، ابار كاع التعامل ديالي معاها من اطيب خلق الله، اللي استفدت من معرفتي بها واستفدت من بزاف الحوايج بها، وصحاباتي وعائلتي كلشي متبعينها وكيحماقوا عليها، وشنقول لها تنتمنى لها المزيد المزيد من العطاء ان شاء الله، وشكرا بزاف، شكرا بزاف. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك. شكون عنده شي سؤال؟ اللي عنده شي سؤال انا دابا قدامكم كلمات صادقه باختلاف الاعمار والثقافات والمستويات. امتعتمونا ودائما في اطار الاعتراف بعطاءات صفاء، وكما قالت الخاله انا اوافق رايها، فصفاء تحمل الكثير الكثير، ننتظر منها الكثير طبعا. ولكي لا نطيل عليكم في إطار الكلمة سنعود لإطار الموسيقى والاستمتاع. Thank you.
اللوحات الهندية الجميلة. شكر للأستاذة ديالهم لالا فاطمة لأن هي اللي تدرب هاد الوليدات وتتشارك معاهم في مهرجانات داخل وخارج أرض الوطن، تيشاركوا وتيشرفوا المغرب، مشاو لإيطاليا، مشاو لبزاف ديال البلايص. نتمنوا لهم إن شاء الله التوفيق في هاد الجمعية ديالهم اللي هي جمعية الصداقة المغربية الهندية، اللي دعمونا في هاد الحفل وشاركونا بهاد الفقرات. ونخلي كلمة لالا فاطمة. السلام عليكم. تنشكر كل من حضر وحضرنا لهذا الفن ديالنا، لان هذا الفن راقي وجد راقي وثقافه هنديه، والحمد لله وفقنا الله، وان شاء الله نتمنى التوفيق والنجاح للاستاذه لالا صفاء. وتنشكركم على الحضور وتنحييكم، وما كنتيش نتوما ما تكون حتى شي حاجه غير احسنكم. هيا شباب الخلاصه، كل ما كنتوش نتوما السلام عليكم الغزالات. فصورت لكم العشية كاملة، لأن مع البنات مع الغزالات كاملين اللي جاو عندي كنت نسلم، كنت مع الفقرات ديال الحفل. عاد مشاو الناس، عاد دابا التريتور جمع داكشي ديالو حتى نجمعو. بغيت نقول من هذا المنبر شكرا للبنات كاملين اللي جاو، يعني دوزنا عشية غزالة الحمد لله. كنت جد سعيدة أنني نتلاقاهم. هذا تابعني هاو وانا بعض الورود، يعني بزاف ديال الورد اللي خطيكم. هذا جابته لي خالتي، كتبان لي الورود لاحلى ورده مع خالص حبي وتقديري خالتي ومرت وخالتي. وهنا جاوني بزاف ديال الحاجات مازال ما تحلهم. دابا غادي نمشيو للدار، عندي واحد صاحبتي من الرباط، عندي صديقه اخرى جديده واحد المتتبعه جات عندي من كازا مسكينه، وفاش سال الحفل عاد قالت لي راه غادي نمشي نركب. قلت لها لا ما تركبيش، ضروري غتمشي تباتي معنا ان شاء الله. عاد نمشيو نكملوا القصاره في الدار ونكملوا هاد الليله. اهم حاجه ان العشيه دازت زوينه والحمد لله. ودابا البنات رجعنا، غادي نبداو نوجدوا العشاء. كما نوجدوا العشاء بغيت نوريكم هاد الحلويات. هادي جابتها لي مرت ولد خالتي، جابت لي هاد البلاطو، ولكن ما محتاجينهاش، يعني كنت شاريه بزايد داكشي اللي في البيوفي جبتها معايا. وهادي جابتها لي واحد صاحبتي مريومه، جابت لي ملفوي انا بعدا نسيت وحده كليتها. وهاد المملحات جابتهم لي صاحبتي لامية الله يعطيها الصحه، ولاني وقع المشكل انا عطاتهم ليهم وديتهم ليهم على اساس يتحطوا في البوفيه، وتا جينا خارجين وهي تعطيهم لي السيده اللي كانت في الكوزينه قالت لي شوفي هادو راه جابتهم لك صاحبتك وراه ما حطوهمش السربايه، فما تحطوش في البوفيه.
ولاني جبتهم معايا للدار صافي. المهم ينفعوا ينفعوا. المهم الله يعطيها الصحه وشكرا للبنات كاملين اللي عاونوني وكاع اللي جا مرحبا بي وكاع اللي جا وشارك معنا. سمعت لفات لي الهضره حيت فرحت بزاف هذا النهار. المهم دابا ندوز نجمع هذا الشيء وندوز نوجدوا العشيوه ديالنا ونختم لكم الفيديو في الليل ولا نعاود نختمو الصباح على حسب باش نوريكم الكادويات اللي جاوا. ودابا البنات حطينا العشيوه ديالنا بالزربه بالزربه صوبت لنا سناء. قلت لكم سناء السريعه دارت لنا الكفته بمطيشه ودرنا شريطه هي بالزربه غير العائله انا واختي وصحاباتي ومتتبعه العزيزه اللي جات عندي مسكينه من الدار البيضاء. وحنا قصارين بسلامتكم عشيه غزاله دازت وكملناها بهذه الليله ضاحكين. الله يجمعنا دائما في الافراح ان شاء الله. ودابا البنات يلا كيف كنا وقاسين تنفطروا مع البنات هاتين نعسنا حتى شي 3 ولا 3 ونص ما سخيناش نوضوا الناس وبقوت لي كانت جلسه زوينه قسنا تنتعاودوا وتنضحكوا. دابا عاد فقنا سماع حلقه كي داير سمحوا فيا شكوى الله بحال الحلاقه ولا ما نعرف ومع العيا وداك الشيء والصهد. صبحات الدار سخونه صافي صاحباتي تيقولوا لي لا زيدي نرجعوا نهبطوا الدار ديال المدينه لتحت هنايا ضيا تتسخن واخا طلقنا الكليم عاد دابا بدات تتبرد عاود شويه. والمهم غادي نفطروا ان شاء الله وغندوز نصور لكم الحاجات اللي جاوني وعاد نختم الفيديو. والبنات بطبيعة الحال جاني بزاف ديال الورد الله يورد ايامكم. هاي جاني بزاف ديال الورد انا في ماما دار. جانا تتفرح فاش تنجيو للدار قالت لك انا في ماما دار. كي قلت لكم جاني الورد بغيت نقول شكرا بزاف للناس اللي كبروا بيا. واش انا خليني نهضر اللي جابوا لي الورد. صاحبتي سمية جابت لي الورد. صاحبتي غيزلان جابت لي الورد. سناء جابت لي الورد. خالتي جابت لي الورد. مرتو خالتي جابت لي الورد. مرتو خالتي جابت لي الحلويات واحد البلاطو ما كان الحلويات كافيه جبتو معايا للدار ما حليناهش كاع. المهم جاوني بزاف ديال الحاجات. جيراننا جابوا لي الورد. خالتي خديجه جابت لي الورد. المهم شبعت ورد الحمد لله. العائله ديالنا عاوتاني كريمه جابت لي هاد اللوحه هادي بايه الكرسي ولا المهم ايه قرانيه مازال كاع ما حليتها. بطبيعه الحال كي شفتوا مأوى الشباب عطاوني هاد الشهاده. صديقه ديالي عندها محل ديال البيع الاثواب مسكينه جابت لي تفصيله زويونه ديال الجلالب. صديقه ديال القناه وصديقه ديالي في سويسرا جابت لي هذا البارفان. صديقه ديما تتكتب لي في التعليقات وتنعرفها من خلال الاسم ان الاسم ديالها كريسيه وديما تتكتب لي تعليقات زوينه وديما مسكينه تتشجعني وديما تدعمني ولكن ما عمري شفتها مباشره. فتنتفاجئ انا الحفل جات تسلم عليا وقالت لي واش ما عرفتينيش. قلت لها لا. قالت لي انا هي الدريسيه. طبيعه الحال اول ما قالت لي الاسم عرفته ومسكينه فرحتني بزاف بالمجي ديالها. والله الا كلفات راسها وتعبات راسها جابت لي هذا الكادو. انا راه المجي ديال البنات اللي جاوا المجي ديالهم هو الكادو في حد ذاته. والله العظيم كاملين فرحوني وكاع الناس اللي فرحوا بيا وكبروا بيا واللي جابوا لي هاد الورود واللي جابوا لي هاد الهدايا. نبغي نقول لهم من هاد الفيديو شكرا على خطيكم. نرد لكم في الخير ان شاء الله ونوقف لكم في ساعه الفرح ان شاء الله. وهنا تيتسالى الفيديو ديال اليوم. نتمنى يكون هاد الفيديو عجبكم تكون هاد الحفله عجبتكم تكونوا شاركتونا الميتاب واخا ما قدرتوش تحضروا ليه. ونتلاقاو في فيديوهات مقبله وكيف دائما احبكم في الله.